فقرة الدكتور وليد عمار زمنيا كانت خلصت، وأنا الحقيقة لسه عندي أسئلة كتير. فشكرا، بشكر جدا جدا دكتور وليد إنه وافق إن إحنا بعد الحلقة نستكمل الاستفسارات علشان كل تساؤلاتنا وكل الدهشة اللي حصلت لنا من الفيديو اللي حضرته شرحه لنا. أنا شخصيا يا دكتور الحقيقة رغم سني ده ورغم ان انا يعني ادعي ان انا ممكن اكون بعرف اقرا شويه يعني، لكن انا انبهرت بان حضرتك قلت لي ان كل مشاكل الجسم ممكن يكون مصدرها العمود الفقري. ايوه طبعا. مشاكل القلب ومشاكل العين ومشاكل الامعاء حتى يعني الجهاز الهضمي والجهاز الدوري كل ده ممكن يبقى سبب من اسبابه العمود الفقري. العمود الفقري. طيب يعني معلش انا ما زلت مندهشه. عند حضرتك في المركز انا باجي لحضرتك بمخاوفي، حضرتك بتكشف عليا وبتحدد لي بالظبط العلاج وبتعالج في نفس المركز في نفس الوقت؟ اسيا كلينيك مستشفى كبيره متخصصه اساسا كانت لكبار السن، فيها اربع تخصصات مهمين جدا للعمود الفقري: المخ والاعصاب والعظام والامراض المناعيه والجهاز الدوري يعني القلب والاوعيه. القلب والاوعيه كل التخصصات دي موجوده عند حضرتك في مركز اسيا، لان في ناس كتير جدا كبيره في السن من جيلك، بدل ما انت بتلففيها على كل الدكاتره وكل واحده جايه بروشتة، فانت بتوحدي كل ده في روشتة واحده. دي برضو نقطه مهمه جدا، الناس كبار السن صعب انتقالهم، تنزل من البيت تطلع من البيت، ده كل ده حاجه صعب جدا. وناس برضو هي مش صعبه عليها هي بس، صعبه حتى على اسرتها. طبعا يعني عشان والدي راجل كبير ومحتاج حد مثلا يساعدني في انه ينزله، او ممكن الاقي المره دي ما الاقيش المره. أيوة. لكن لما اجي مستشفى متخصصه فيها تخصصات مختلفه وفيها كمان حاجه قلت لي ان كمان فيها اشعه. طبعا اشعه طبعا. وفيها اجهزه علاج. أيوة. الروبوت. أيوة. يعني انا بدخل ببقى هتشخص، لو محتاجه اشعاعات هتتعمل في نفس المكان، لو محتاجه اتعالج فانا بتعالج على الاجهزه الحديثه اللي يمكن مش موجوده في اي مركز تاني. القصه كلها كل الفكره جات لنا ان العيان بيجي يشتكي من حاجات كتير في وقت واحد. ده عاوز كذا دكتور يشخصه وكذا دكتور يعالجه. ايوه. المره الحلقه اللي فاتت بتاعت امبارح احنا كنا اتكلمنا على ان ممكن غضروف الرقبه يعمل مشاكل كتيره. زي ايه؟ احنا هو جايبين المخ، تمام، لسه يعني اول حد يتكلم على ان ممكن غضروف الرقبه ياثر على المخ. هو الغضروف الرقبه هو النخاع هو اللي بيغذي المخ ده، وبالتالي النخاع الشوكي هو اللي بيغذي المخ ده، هو اللي بيغذي المخ ده. المخ ده وبالتالي اي ضغط على النخاع الاشارات كلها بتتلخبط في المخ. خصوصا الفقره الاولانيه اللي بتاثر دايما على المخ. طيب ايه الجزء الثاني اللي احنا دايما بنشتكي منه؟ ناس كتير جدا تقول لك انا عندي صفاره في وداني، انا عندي طنين في وداني. أيوة. انا وانا بنام على المخده بسمع صفاره جامده. أيوة. بسمع ضربات قلب سريعه، هل ده من الفقرات؟ من الفقرات. طب انا عندي التهاب في المفصل ده وانا باكل، بحس ان انا لما ناكل حاجه ناشفه بتعب كتير جدا. مفصل الفك ده مشهور جدا، ومفصل الفك مهم جدا لكبار السن. ليه؟ لان انت لو كبير السن ما هضمش كويس اكله هيحصل له سوء هضم، ومش هيستفاد ولا من الادويه ولا من الاكل اللي بياكله. فبقى مفصل مهم جدا. يعني انا من اعالج الرقبه ده هيتحسن؟ ما العصب ده طالع من الرقبه. طيب هايل جدا. طب اللثه والتهابات اللثه، هل ده برضو جزء من غضاريف الرقبه؟ ده جزء من غضاريف الرقبه. طب الحرقان اللي ورا العينين ده والزغلله ده من الرقبه؟ ده من الرقبه. الحرقان ده اللي بيجي لي هنا والنسيان والاكتئاب، بقيت عصبيه مش عاوز اسمع صوت عالي، وبقيت على طول مش عاوز يا دكتور. يعني فعلا العمود الفقري ممكن يعني يجيب اكتئاب ويجيب عصبيه شديده جدا. طبعا ما هو دلوقتي النهارده وظايفي مش في احنا عندنا في القران واقرب اليه من حبل الوريد. هو ايه حبل الوريد ده؟ حبل الوريد يعني الشريان اللي بيغذي المخ، اللي طالع من جنب الفقرات العنقيه عشان يغذي مخك. فالنهارده يعني ربنا سبحانه يحمده وتعالى اقرب اليه، هو ده اللي بيغذي لي كل حاجه. فالشريان ده اللي بيغذي لك ده، من العضلات دي تبقى متشنجه او في غضروف او في زوايد عظميه بيضغط عليه،
ما انا يضغط عليه هيحصل ايه؟ المخ بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على اكسجين. ايوه. طيب ما انا المخ بيتغذى على اكسجين، انت النهارده في اليوم بدل ما تديله 100% اكسجين اديتيله 20%، كل الوظائف بتاعت المخ دي هتنهار. اتزانك هينهار، تركيزك هينهار، حالتك النفسيه، ما كل المواد الكيميائيه اللي بتغذي الوظائف المخ دي كلها اتاثرت. أيوة. احنا لازم اقرب اليه من حبل الوريد، هو ده حبل الوريد اللي احنا قاعدين ضاغطين عليه كتير جدا، ولو في كوليسترول اكتر حاجه بيتاثر عليه الكوليسترول هنا، عشان كده ساعات نعمل دوبلر نشوف هو المشكله دي كانت رقبه ولا اوعيه. يعني حضرتك انت التشخيص عندك ايوه ممكن يكون السبب كده، ممكن تقول لمريضك لا ايوه انت علاجك مش عندي بالزبط. يعني وارد ان يبقى الحالتين بس في الارجح ان احنا لو ظبطنا الفقرات بشكل مظبوط ايوه هنتخلص من الالام، فممكن ما نحتاجش نروح لدكتور. بالظبط. طيب انا بسال بقى سؤال تاني، هل كل حاله مريض محتاجه عدد من الجلسات على الجهاز العظيم اللي عند حضرتك الروبوت ده؟ انت حضرتك بتكتب عدد الجلسات على حسب تشخيص الحاله؟ دلوقتي احنا عندنا اسلوبين في العلاج بتاع غضروف الرقبه. من جالي حاله مثلا من كندا، ولد بقاله 30 سنه في كندا تونسي وجانا في مصر ما نتفرج علينا. كانت ايه مشكلته؟ مشكلته ان الولد ده عنده غضاريف رقبه وصلته انه يبقى عنده العضلات بتاعه الرقبه دي متليفه متليفه تمام، وعامله له صداع رهيب وعاوز يتجوز. فبيقول لي انا لو اتجوزت انا هطلقها، انا بقيت عصبي جدا والصداع وما بقتش طايق حاجه غصب عنه. الرقبه ممكن يعني توصلك للكلام ده. فما انا جه مصر بدانا الدكتور وائل الاستشاري ايه المخ والاعصاب بيشوف فيه، فلقى جزئين من المشكله، جزء صداع مزمن بقى دي مشكله في المخ، جزء صداع مزمن وجزء غضروف رقبه. فانت لو عالجت غضروف الرقبه وما عالجتش الصداع مش هيحس بتحسن، هيحس بتحسن. ما هو عنده صداع فانت ما خففتلوش المشكله. فمن الدكتور وائل كان بيحقن ماده اسمها بوتيليوم في العضلات المتشنجه. طب العضلات دي كانت متشنجه ليه؟ العضله الاول بتبقى طريه بعدين بتتشنج، بعدين ما تضغط عليها اكتر تليف. طبعا كندا درجه الحراره 30 تحت الصفر. بالتاكيد الجو، بالتاكيد الجو بيأثر جامد جدا طبعاً. جدا جدا علينا طبعا، يعني برضو لازم نبقى احنا فاهمين كده كويس جدا. أيوة. فمن كان يجي يديله الماده اللي هو بيحقنها عشان التشنجات القاتله دي تفك، مكان الابره مش راضيه تدخل، لا اله الا الله، من كتر العضلات ما هي متليفه. ايوه. فطبعا هو الرقبه يعني اثنين تخصصين بيشتغلوا فيها، المخ والاعصاب والعظام تمام، والعلاج الطبيعي كمان. والعلاج الطبيعي بقى بيكمل الدايره بقى، يعني انت عندك ثلاث تخصصات. أيوة. بيشتغلوا على مريض واحد. الرقبه موجودين عند حضرتك. الرقبه ممكن يحقنها ثلاث دكاتره، ثلاث تخصصات. فالرقبه دي دنيا، دي حياتك. أيوة. دي حياتك، ده الكمبيوتر اللي بينظم لك حياتك كلها. زي ما احنا اتفقنا كنا في الحلقه اللي فاتت بنقول القلب، في ناس عندي دخلت عملت قسطره وما كانش المشكله في القلب، كانت المشكله انه غضاريف الرقبه والفقرات الصدريه مأثره على القلب. مأثره على ايه؟ على القلب. وفي النهايه ما عالجناها، الست مشيت بقت كويسه جدا. عارف يا دكتور ان العلاج يكون عند حضرتك من غير تدخل جراحي؟ طبعا ده مكسب عظيم بالنسبه لي كمريض. طبعا انا مش هيتفتح بمشرط جسمي ومش هيتلهف فيه، يعني يعني ايه المانع ان انا اجي اخد فرصتي قبل ما اخد قرار ان انا عملت عمليه جراحيه وفشلت، او بعد ما عملتها حتى لو نجحت يعني طبيا انا مش حاسه بتحسن، انا لا مش طب مشوار العلاج. احنا معانا فيديو لرحله العلاج، نشوف الفيديو بعد اذن حضراتكم. تمام. دلوقتي ادي جهاز السي ار اللي احنا بنفحص بيه العيانين كلهم. تمام. احنا دلوقتي بنشوف ايه في السي ار؟ بنشوف في السي ار اذا كان فيه تاكل في المفاصل، بنشوف اذا كان فيه اعوجاج، بنشوف العضله دي متليفه زي ما انت شايفه جهاز السونار ده. حضرتك بنشوف اذا كان في تليف في العضله. طب دي متليفه ولا ايه؟ العضله دي متليفه. تمام. طيب جينا بعد كده لقينا العضله متليفه، لازم نيجي نحقن ماده عشان تشيل التليف. تشيل ايه؟ التليف. وتشيل الالتهاب من جذور الاعصاب والمفصل نفسه. أيوه. اللي هو ضاغط على جذور الاعصاب. المفصل العجزي ده كل السيدات اللي ولدت اكتر من مرتين وثلاثه عنده فيها تاكل. أيوه. احنا بنغذيه بماده زي السيليكون. المفصل ده بيشتغل كتير جدا، المفصل ده شايل 75% من جسم الانسان، جسم الانسان والعمود الفقري. تمام. جينا بعد كده في جهاز اسمه 4D، 4D جهاز هايل للناس السيدات اللي عندهم ضغط على الاعصاب
وعندهم مشاكل في التبول والكلام ده بسبب الغضروف، هيشيل الالتهابات من جذور الاعصاب من النخاع نفسه. كل الاجهزه دي في المركز؟ طبعا كل ده موجود في المركز. طبعا الالتهاب الحاد ده انت شايفه حضرتك بادئ من المخ. الدريكس جهاز من الناس اللي عندهم ما فيش مشكله في الغضروف، بس في مشكله في العضلات، العضلات متشنجه والعضلات عامله اعوجاج في العمود الفقري. الجهاز ده بيحل المشكله بتاعه اعوجاج العمود الفقري. الله، الروبوت ليزر ده بقى معجزه. معجزه ربنا هداها لنا عشان الغضاريف بتاعه الرقبه اقدر ادخل ليه سمك 4 سم 5 سم عشان يشيل الالتهاب الحاد اللي في الاعصاب. بيدخل حضرتك من غير جراحه؟ بدون اي جراحه بدون اي احساس، يعني خارجي، يعني خارجيا وبيعالج الضغط على الاعصاب والتشنج الرهيب بالليزر. الليزر ده الكرايونيتروجين ده نيتروجين اخترعوه عشان يجمد جذور الاعصاب اللي فيها التهاب حد، اللي بدل ما ادخل بتردد حراري او ادخل بميكروسكوب هيبتدي يجمد جذور الاعصاب ويشيل الالتهاب الحد اللي عامل لك صرخ في رجليك او في ايديك او في كتفك او مسمع في الودان. طبعا ده تكنولوجي رهيبه جدا اسمه كرايونيتروجين. الله. جينا عند الشوك جهاز هايل جدا للتليفات اللي لسه كنا بنتكلم عليها. في ناس كتير جدا بتعمل جراحه في الظهر زي ما انت شايفه ده. ده عيان عنده جراحه. ده كان عيان جاي من السعوديه. ايوه. عمل عمليه وما ارتاحش. كان المشكله ان في تليف في العضله بتاعه الفخذ هي اللي ضاغطه على العصب، وهو راح عمل جراحه وما كانش مفروض يدخل جراحه. نيجي بقى على الجوكر بتاع الروبوت ديسك جهاز اخترعوه عشان ما ندخلش الجراحه، وبالتالي ده بيوسع بين الفقرات وبيغذي الغضاريف، بيغذيها باحماض امينيه. يا دكتور انا والله شايفه ان يعني الواحد لو راح عمل رحله استشفاء في المركز عند حضرتك بالتأكيد. هل ممكن في نفس اليوم حضرتك طبعا لا تسمح لي اقعد على كل الاجهزه؟ طبعا طبعا. يعني انا قصدي المريض طبعا مش هيضره انه يقعد على كل الاجهزه، كل واحده بليمت زمني معين، كل واحد على حسب تشخيصه. أيوة. الناس اللي عندها ضيق في القناه العصبيه غير الناس اللي عندها زحزحه، غير الناس اللي عندها وجاج، غير الناس اللي عندها كذا غضروف، غير الناس اللي عندها غضروف، كل واحد بيتحط له برنامج على حسب صحته وضغطه وسكره وكل الكلام ده كله. هل ممكن لو قلت حضرتك مثلا انا عايز اقعد على جهاز روبوت، انت تقول لي لا حالتك مش مستدعيه؟ طبعا طبعا طبعا. لا هو الروبوت مستدعي لكل الحالات. الله. لا 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 الروبوت ده لكل الحالات. لا 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 لا، هي الحاجه الوحيد اللي هو ما بيدخلش عليه اللي هو حاطط شرايح ومسامير. عشان كده دايما لما بيجي لي حد حاطط شرايح ومسامير علاجه مختلف خالص عن اللي مش عامل شرايح ومسامير. تمام. فطبعا زي ما انت شايف هو جهاز كان جهاز عبقري. حل مشكله. انا عندي شباب كتير جدا كان بيبتدي حياته وشغال شغل الاعمال اليدويه كلها، سواء ترزي، سواء عنده مصنع بتاع منسوجات، سواء واقف على شغل. كل الشباب دول كان المفروض يدخلوا جراحه. تصوري احنا عالجنا ما شاء الله الاف الشباب المفروض يدخلوا جراحه، حميته انه ظهره يتفتح بدايه حياته. يعني تصوري واحد شاب بدايه حياته عملية. يدخل جراحه وشرايح ومسامير. يعني خلاص. فطبعا انت دي مشكله ضخمه جدا، وبالتالي انت حليتي مشاكل ملهاش اول ولا اخر للناس دي. دلوقتي معانا تقارير. الحقيقه انا شايفه ان التقارير دي منتهى الايجاب، تديني انا كمريض امل. أيوة. لانها من خلال مرضى ربنا الحمد لله شفاهم بفضل طبعا الله سبحانه وتعالى وبفضل علم حضرتك وبدون جراح. ايوه. فمن فضل حضرتك نشوف التقرير ونرجع تاني. شوف التقرير ونرجع لكم على طول. مش بقدر اتحرك كتير، كانت حركتي بسيطه، وانا شغلي كله حركه في الشغل، ما كنتش بقدر اطلع السلم كتير. طيب ودلوقتي؟ الحمد لله. بتروحي الشغل؟ الحمد لله بروح الشغل. طيب عاملين ايه دلوقتي؟ كويسين الحمد لله. يعني نسبه التحسن كام يا اسماء في المية؟ 70% الحمد لله. كنت جايه بظهر وكانت عندي التهابات فظاع، يعني من فقرات اللي كانت تعباني، والحمد لله اتحسنت خالص الحمد لله. كنا بنقدر نمشي او نشتغل في البيت؟ بمشي. لا قبل كده؟ لا ما كنتش بمشي بقى، يعني اقف على رجلي، مش قادر اقف على رجلي خالص. وشغل البيت كنا بنعمل فيه ايه؟ الوقت ما اشتغل الوقت الحمد لله، لكن الاول ما كنتش بعرف اشتغل الاول. ما كنتش اقدر اطلع السلم، ولا كنت اقدر ان انا اصلي وانا ساجد لله في الارض. فكان ده شيء بيؤلمني كتير
وكنت أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لا تحرمني من لذة السجود لعظمتك. فجيت وطبعا من خلال التلفزيون ومن خلال حديث الدكتور وليد عمار جزاه الله خيرا استشعرت بأن هذا الأمر صدق مع وجود أجهزة حديثة. طب حالتنا إيه دلوقتي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين الحالة أحسن. وطبعا يعني لو قلنا نسبة للشفاء تتعدى 70% إلى 80%. كان عندي قشورة في الفقرات في الفقرة الستة أو الخامسة تقريبا، وكمان كان عندي مشكلة أن أنا ظهري طول الوقت تقريبا تعبني، ما بقدرش أقعد لو أنا ساندة ظهري، ما بقدرش أمشي كتير، ظهري بقى وفقرات كتفي ورقبتي والحاجات دي كلها كانت تعبني جدا. من كام سنة الكلام ده؟ تقريبا من 7 سنين. كنت عملت إشعاع بس وما رحتش لأي دكاترة، كنت بقى بعتمد على الكريمات المسكنة وبس يعني. بس فتقريبا جيت هنا من شهرين، كان حماية جي هنا برضو بيجرب العلاج هنا وحقنه وحاجات كده، فجربت أول مجموعة جلسات حسيت بتحسن يعني بنسبة مثلا 50%. بعد المجموعة الأولى كنت بعمل علاج طبيعي يعني مساج، وفي أجهزة معينة كده كانت بتبقى خاصة بالفقرات بتاع ظهري. وبعد المجموعة الأولى يعني كان التحسن 50. الدكتور كتب لي على مجموعات تانية، المجموعة التانية بصراحة هي كانت أكتر فعالية يعني، أنا اكتشفت إن هي كمان أقوى، فما كانش ينفع الأقوى ده هو اللي يكون الأول يعني. ففي اللايف ستايل بتاع الحياة بقى اللي الدكتورة قالت لي أتبعه إزاي مع الجلسات، يعني أنا أعتقد إن أنا دلوقتي مخلصة المجموعة التانية، أعتقد التحسن بنسبة 80-85% يعني. أنت بتقولي أنا بهتم جدا بكبار السن، بس كمان الشباب الصغيرين اللي بيلاقوا عن يعني عن طريق المركز عند حضرتك يعني حياة تانية، بتديهم فرصة إن هم يبتدوا حياتهم، لأنهم لسه بيبتدوا حياتهم طبعاً، ويبقى عنده مستقبل ويعرف يشتغل ويعرف يجتهد ويشقى. الحياة أنا شايفة برضو يعني الشباب برضو الشاب بيبقى في حد واقف ظهر والده والدته، كبير السن مش لاقي حد يعني في مع الحياة السريعة دي حضرتك هتلاحظي أن والدتي قاعدة لوحدها وكله بيشتغل وقبل ما بيشوفها إمتى، فهي في النهاية عاوزة تخدم نفسها. هي إحساس العجز ده إحساس قاتل، احساس العجز ده احساس قاتل صح. وبالتالي انا بحبهم انا لازم اديهم بقى الحياه. ده الشاب انا بساعده بقف جنبه بكل الطرق، لكن حنين الاول ووظيفتي واللي انا خليتها مهنه لحياتي كبار السن. وعشان كده الدعوات اللي انت بتاخدها الحقيقه يعني ونعم بالله طبعا، بس يعني انت تصدق على الدعوات دي عشان ربنا يبارك لك، لان الناس كلها بتدعي لك. ربنا يخليك يعني حمد. كبار سن بيدعوا لك وشباب بيدعوا لك واهل الشباب بيدعوا لك. لما انا اشوف ابني مش قادر ينام ولا يتحرك ولا يشتغل ولا، وبعدين بفضل الله بفضل وجوده في المركز عند حضرتك يرجع تاني زي ما كان، فانا كأم يعني هدعي لك من قلبي. ما ده كرم ربنا. ما هي مهنة الطب اجمل حاجه فيها ان انت بتاخد اجرك قبل الفلوس. الدعاوي قبل الفلوس. حلو. ودي مهنه جميله. عشان كده انت لازم تقعد تسمع عيانك، تسمعه. انت مش عيانك مش روشيت عيانك لازم تسمعه الاول، ولازم تسمع كل حاجه عنه عشان تربطهم مع بعض. مش ساعات عيان يروح للدكتور يقول ده ما كلمنيش حتى، ده دقيقتين. معظم على فكره ده دقيقتين. لا هي مش دقيقتين، انا ساعات ممكن اقعد مع العيان فتره طويله جدا. ناس يقول لك هو الدكتور بيعمل ايه، ما انا يدخل هو بقى يقول لك احنا عرفنا انت حضرتك بتتاخر ليه، فهو انا بتاخر عشان اعرف واشخصك كويس جدا واعرف اساعدك والتيم كله اللي معايا. هبعتك لدكتور مخ واعصاب يساعدني، ولا بتاع القلب ولا بتاع العظام ولا المناعه ولا انا مين يعني. الله العظيم الله يبارك لك. ربنا يخليك. لان هو فعلا يعني الا من رحم ربي يعني. معظم الدكاتره دلوقتي ما بقوش يسمعوا. ايوه. دقيقه طب يا دكتور، وتحس ان هم مكشرين وبيخوفوك. أيوة. يعني فلما يكون في حد في قلبه رحمه زيك ويدي فرصه انه يسمع الناس وفكرة ان يا جماعة قبل ما نبتدي نفتح جسمنا في علاج. أي في علاج. يعني لانك برضو يعني بيضطروا بعد ما يعملوا العمليات يجوا لحضرتك برضو. أيوة. يعني واحنا شفنا النموذج الـ 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 الاخ اللي كان عامل عملية وحضرتك ده جاي من السعودية. جاي من السعودية وجاي عنده الام حادة بعد العملية. يعني دايما نقول ايه،
دايما نقول انت لازم عشان تتعالج الروشتة دي كبسولة، مفيش كبسولة بتعالج غضروف، مفيش كبسولة بتعالج غضروف، لكن في برنامج كامل بيعالج غضروف. البرنامج الكامل ده بيشترك فيه كذا دكتور عشان يقدر يوصلك، يعني بننزل ناس وزن، الناس كتير جدا بننزلها في الوزن، بندهم دعامات، دعامات يلبسوها لإما في الركبة أو الظهر. كل ده موجود في المركز؟ طبعا كل ده موجود في المركز. بدل ما أنا أروح ألوص بقى وأشتري حاجة فما تطلعش هي المظبوطة أو مش دي الملائمة للوضع اللي عندي، ركبتي أو رقبتي أو لا. وبعدين النهاردة أنت يعني النهاردة استشارات المناعة في ناس كتير جدا بيبقى عندهم مرض اسمه فايبروليجيا. فايبروليجيا ده يعني يعني تليف العضلات، تليف العضلات ده كل حته في جسمك تعبانه، كل حته في جسمك مكسره. ايوه بس حضرتك الجهاز اللي انت وريته لنا برده في التقرير أيوه. في جهاز عشان تليف ايوه. ما هو انت عشان كده انت جبت كل التكنولوجي دي، ما استخدمتش جهاز واحد عشان فعلا تعرف تعالج كل الحالات دي. ما هو كل جهاز بيعالج حاله، لو انت عندك جهاز واحد انت مش هتعرف تعالج كل الحالات دي كلها. والهدف من وجود المركز انه يبقى كم زي يعني زي مستشفى أيوة. تضم كل انت لو لاحظت حضرتك ما دي التخصصات كلها بتاع كبار السن، اللي هو المخ والاعصاب والقلب والاوعيه والعظام والمناعه. يعني ما هو ده، احنا كل ما نكبر كل ما مناعتنا تنهار بالزبط. كل ما مناعتنا تنهار انت محتاج حد يظبط لك مناعتك. فدي كلها التخصصات كبار السن، اسمها أيوة. تخصصات كبار السن. والايام دي كل الشباب اللي جايين جايبين والدته ووالدتهم، واللي احنا بنقول ده زمن ده جيل ما فيهوش بركه، لا في ولاد عندهم بركه كتير جدا، خصوصا الاقاليم. يعني الاقاليم دايما يجي دايما لسه محتفظين باخلاق ايوه الريف. بالاخلاق دايما طبعا. يقعد تحت رجلين والدته ويقول لك انا جاي لك، انا قاعد معاكي. فانا بحيي الاقاليم، انا بحيي الاقاليم جدا. انا بحيي كل الشباب المحترم المتربي طبعا. اللي بيخلي باله من اهله. وبحيي حضرتك على علمك وعلى كرمك، والحقيقه انا يعني بتشرف بوجود حضرتك معانا، وشكرا لحضرتك قبولك ان انت تستكمل معانا. ربنا يخليك يا فندم، اشكرك الف شكر يا فندم. للاسف